هاي متظاهرين ابطال اهل الكويت سدوا المنفذ مال مهران مال بدره الحدود ويا ايران انسد بعد بامر المتظاهرين ما يدخل اي اجنبي للعراق بعد ايران وباكستان غيره اي جنسيه اجنبيه ما تدخل من ايران للعراق بعد انسد هذا المنفذ مال اهل الكويت احنا ابطال اهل الكويت المتظاهرين اجينا من الكويت تعنينا لهذا المنفذ منفذ مهران هذا قدامكم شوفون لا ايران بالفتون قبل ان اتقاذر هسه راح انتبه دايران هاي ابطال المتظاهرين بعد ما في ايرانيين ما يدخلون منا شعار اخر بعد الى شعار اخر ما ندري هذا شو وقت نخلص من هذا المرض هذا البلاء نزل على البشر يلا بدي ساعد نفتح الحدود بامر المتظاهرين بامر ساحه اعتصام واسط الابطال محافظه الكوت تحياتنا لكل المحافظات وللابطال التاريخ 20/2 2020